اليوم الثامن من الدايت، وهو وجبة الغداء لخسارة 15 كيلو دهون في شهر واحد فقط. أول شيء نجيب زيت الزيتون، نضيف عليها البصل والفلفل الرومي الملون والثوم، بعد كذا نحمصها شوي ونضيف الطماطم وصلصة الطماطم ونتركها على النار لحد ما يتسبك تماما. بعد كذا نضيف عليها البرغل الخشن وفلفل أسود وملح، ونخلط المكونات كلها مع بعض. بعد كذا نضيف عليها كمية الموية، نغمر فيها البرغل، نخفف النار، بعد كذا نغطي راس القدر ونتركها تقريبا من 20 إلى 30 دقيقة حتى ينضج تماما. بعد كذا نضيف عليها ليمون حسب الرغبة، ونضيف عليها دبس الرمان، وألف عافية علينا وعليكم. طبعا الكمية هذه تقدرون تحتفظون فيها الأيام. اذكروا الله بالتعليقات وصلوا على رسوله الكريم.